انا طبعا انا ادرس مجانا والان لما اتقاضى اقول من اي لا من طلاب ولا من اي منظمه ولا من الدوله ولا من احد. هذا صح، وانا دافعي هذا الذي خلاني مشان اكون فرق موسيقيه ينشروا الوعي الموسيقي في اليمن. الدافع الذي دفعني لتعلم الموسيقى هو انني اهوى الموسيقى منذ صغري، اما الدافع الثاني فهو هذه الاوضاع التي نعيشها، فالموسيقى تاخذنا بعيدا عن اصوات البنادق والمدافع والرصاص.